السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم يوسف، أنا مؤسس شركة فيرما كالتشر والبيوت الطينية، وأحب أشكر غرفة أبوظبي اللي أتاحت لنا هذه الفرصة في إقامة هذا المعرض ومشاركتنا فيه، جزاهم الله خير. السلام عليكم، معكم محمد الكربي، أحد مؤسسين شركة إيفيت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. إيفيت شركة متخصصة في إعادة تحويل الإلكترونيات إلى مواد خام مثل الألمنيوم، الكوبر، بالذهب، وتوجد محطتان رئيسيتان، شركة إيفيت في دبي المدينة المستدامة وأبو ظبي مدينة خليفة. مرحبا، أنا نسرين، مسؤولة مشاريع الاستدامة في فيروفاكس. مرحبا، أنا اسمي مجد الشوم، المدير الإقليمي لفيروفاكس. فيروفاكس مزود حلول تقنية معتمدة من مايكروسوفت بتساعد المصانع والمصدرين إلى السوق الأوروبي للامتثال للقوانين المحدثة للكربون سيباب. 70 مليار دولار من قيمة الصادرات للسوق الأوروبي تندرج تحت قوانين الكربون. عدم الامتثال قد يؤدي إلى خسارة الحصة السوقية للسلع ذات البصمة الكربونية العالية مثل الألمنيوم، الحديد والإسمنت. لحماية صادراتك، فيروفاكس توفر نظام MRV System لقياس البصمة الكربونية وضمان دقة البيانات للامتثال السريع لقوانين الكرب. أحب أن أشكر غرفة أبو ظبي لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل من خلال منصتهم. شكراً جزيلاً.